لا مزيد من التلاعب في الوصفات الطبية. الحكومة تشرع في ترشيد الاستهلاك المفرط للأدوية عن طريق استحداث نظام جديد موحد بين الصيدليات يراقب كل صغيرة وكبيرة حتى الأطباء منهم. كما يمنع المريض المؤمن لدى الضمان الاجتماعي من شراء الأدوية مرة أخرى حتى لو غير الوصفة الطبية أو الطبيب. يعني تسجيل يعني في بطاقة الشفاء يكون تسجل أكثر من 10 وصفات لتتبع لهيستوريك دو كونسوماسيون دو مالاد. يعني بطاقة الشفاء راح نتمكنوا باش نعرفوا الأدوية راح تكون مخزنة داخل بطاقة الشفاء والصيدلي يتمكن من معرفة la consommation du malade. مثلا يعني إذا استعمل دواء باراسيتامول اليوم بعد غدوة ولا راح للصيدلي يعاود يشري نفس الدواء يكون الصيدلي يتمكن من معرفة هذا المريض أخذ الدواء عنده 48 ساعة. النظام الجديد الذي تم استحداثه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كناس وكاسنوس خطوة تمهيدية لإصدار بطاقة شفاء 2 التي سيتم إطلاقها تدريجيا خلال الأسابيع القادمة حسب النقابة الوطنية لصيادلة الخواص. هو نظام التعويض من قبل الغير من قبل الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء ويضم بطاقة الشفاء نظام المعلوماتي اللي هو تطبيق خاص بالصيادلة بممتهني الصحة. هناك يعني des applications développées من عند يعني l'organisme de sécurité sociale اللي داخله فيها يعني المستشفيات داخله فيها يعني هذا les opticiens الأطباء متعاقدين. هذا هو نظام الشفاء. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة ترشيد الاستهلاك الأدوية الذي كلف الخزينة العمومية أموالا طائلة لتعويض المؤمنين والقضاء على الندرة وكبح نشاط مافيا الأدوية التي تمتهن تزوير الوصفات الطبية على حساب المرضى.